السلام عليكم. اليوم إن شاء الله هكمل في مادة علم المناعة وهشرح الشابتر التاسع اللي بيحكي عن الكمبليمنت سيستم. في شابتر 3 تقريبا أو 4 حكينا شوية عن الكمبليمنت سيستم وحكينا عن الالترناتيف باث واي وكيف إنه هو اللي له علاقة في الإنيت إميون سيستم. بهذا الشابتر هنشرح كل الباث وايز اللي لهم علاقة في الكمبليمنت سيستم، هنشرح الالترناتيف باث واي والكلاسيك باث واي وحتى هنشرح اللكتين باث واي. فبهذا الشابتر حيكون تقريبا شامل لمادة الكمبليمنت. هو مش صعب ولكن بدكم تقدروا تركزوا في موضوع انه شو انواع الكمبليمنت اللي بتدخل في كل باث واي، بدكم تركزوا شو نوع الكمبليمنت وكيف بتم ارتباطه مع الباثوجين او مع الانتيجين الغريب. فهون بفرجيك بهاي الصورة كيف النتيجة النهائية لأي كومبلمنت بعد ما يصير له اكتيفيشن، سواء كان في الالترناتيف أو الكلاسيكال أو اللكتين باثواي. في بداية الموضوع بدنا نحكي شوي عن الكومبلمنت in general. It supports or helps the antibodies and phagocytic cells to remove pathogen from the body. هلأ شو أهمية هدول الكومبلمنت؟ أول شيء هم بيساعدوا وبيدعموا موضوع شغل الانتيبادي، كمان لهم علاقة بشغل الفاجوسيتيك سيل اللي هم الخلايا اللي بتعمل بلعمة وبتزيل الباثوجين الضار في جسم الإنسان. The complement system consists of a number of heat lipase serum protein. أول شيء بدي إياكم تعرفوا إن الكومبلمنت سيستم عبارة عن مواد بتسبح في الدم. هاي المواد بتسبح في السيرم of blood وهي عبارة عن بروتينات بتكون heat lipase. شو heat lipase؟ يعني بتتغير خلينا نحكي الطبيعة تبعتها حسب درجة الحرارة، فهي بتتأثر في درجة الحرارة. هي normally circulating as inactive precursors. هي بتكون بتسبح في الدم بس بتكون في inactive form، ما بتكون نشطة، فبيكون اسمها proenzymes أو بنسميها zymogen. الزايموجين هو انه هدول الكومبلمنت صح عم يسبحوا في الدم بس هم بيكونوا انأكتيف. ليه هم انأكتيف؟ لانه اذا كانوا دايما على طول اكتيفيت او هم بيكونوا بالاكتيف فورم، فبالتالي ممكن يضل عندنا اميون ريسبونس وما يروح هذا الاميون ريسبونس ونستهلك كل المواد المناعية في جسم الانسان وممكن تعمل لنا اوتو اميون ديزيز. لهيك هدول الكومبلمنت لهم وقت بيكونوا هم اكتيف فيه وقت بيرجعوا inactive عشان يصير regulation للimmune response من خلالهم. Which are functionally inactive until prolytic cleavage which removes an inhibitory fragment and exposes the active site. هلأ هم بيكونوا بالدم inactive form بس لما يصير عنا انه ينوجد مثلا انتيجين فورين انتيجين انتيجين غريب او يصير لنا بصير طريقة معينة عشان تشجع على الاكتيفيشن لهدول الكومبلمنت، في منطقة بنسميها inhibitory fragment قطعة بتكون موجودة على الاكتيف سايت. هم اصلا انزيمز. الانزيمز كيف بيشتغلوا؟ طول ما هذا الانزيم الاكتيف سايت مسكر او عليه inhibitory fragment بيكون مش شغال، بيكون inactive form. متى ما هاي الانهيبيتوري فراجمنت انقامت والاكتيف سايت بلش ينكشف ويبين، هون الانزيم بتنشط وبيشتغل وبيبدا يعني تبدا مثلا وظيفته او بيبدا شغله. The complement system comprising over 30 circulating and membrane fixing proteins. تقريبا هم 30 نوع من الفيكسينج بروتين. The complement system is a biochemical cascade. كلمة cascade معناها متسلسل، والتسلسل بيدل على انه في اشي بنشط اشي ووجود اشي تاني بنشط الاشي الثالث وهكذا، فهو مثل الدومينو. اذا بتعرفوا لعبة الدومينو بيكونوا قطع مرتبين جنب قبال بعضهم، اذا وقعنا واحد الكل بيوقع وراه. بس بداية شو لازم يكون؟ الخطوة الاولى هي اللي بتحدد باقي الخطوات. فنفس الحكي في الكومبليمنت اكتيفيشن. الكومبليمنت اكتيفيشن بيحتاج اول شيء اللي هو البداية الانشيشن فيز بنسميها، هي اللي بتنشط وبتبدأ التسلسل اللي بيصير عشان ينشط باقي المواد في الكومبليمنت سيستم. It can be considered as a link between innate and adaptive system because it function in both arms. بقول لك بما انه الكومبليمنت بيشتغل سواء في الباثواي الموجود في الادابتيف او في الانيت اميون سيستم، فهو زي كأنه الخط اللي بيوصل بين وظيفة الانيت والادابتيف اميون سيستم.
هلا synthesis of complement كيف بيتم او وين بيتم انتاج الكومبلمنت؟ اول شيء بيتم، هم عبارة عن بروتينات، يا بينتجوا بالليفر هيباتوسايتس خلايا الكبدية او تيشو ماكروفيجز او المونوسايتس البلاد مونوسايتس. هلا اذا كانت المونوسايت جوا البلاد بنسميها مونوسايتس، اذا كانت في التيشو بتصير اسمها ماكروفيجز، بس على الحالتين التنتين بينتجوا كومبلمنت. والإبيثيليال سيلز اوف ذا جينيتو يورينال تراكت اند جي اي تي، يعني بالجاسترونتستينال تراكت او في القناة اللي هي التناسلية البولية، بالإبيثيليال سيل اللي بتغطي هدول القناتين بينتجوا الكومبلمنت بروتينز. هلا الكومبوننت اوف ذا كومبلمنت، هلا بدهم يقول لك او شو اهم المواد اللي بتكون الكومبلمنت. قلنا انه الكومبلمنت عبارة عن بروتين. هلا في عنا انواع من الكومبلمنت، ومع بعضهم البعض بصير عنا بالنهاية اشي بنسميه ميمبرين اتاك كومبلكس اللي بدمر الفورين انتيجين او الفورين باثوجين. The main component of the complement pathway are protein called C1, 2, C9 and others. اول شيء بيقول لك انه اهم كومبوننت بتمثل او لها علاقه في الكومبلمنت هي البروتينات اللي بسموها C1 C2 C3 C4 لا C9، يعني من C1 ل C9، مش هم C1 و C9 بس، لا هم C1 2 3 4 5 6 7 8 9 واذرز هنحكي عنهم لما نبلش في الباثويز. Peptide fragment formed by activation of complement C2 C3 4 5 and B. هلا بيقول لك انه احنا لما بدنا نسمي البيبتايد فراجمنت، احنا قلنا انه هدول الكومبلمنت عباره عن inactive انزايم او زايموجين سميناهم. هدول الانزيمز متى ما صار لهم اكتيفيشن بصير لهم اشي اسمه كليفج. كليفج يعني قطع. القطع ما بيكون بالتساوي، بتكون قطعه كبيره وقطعه صغيره. القطعه الكبيره بنرمز لها بالرمز بي، فمثلا بنحكي C2 انقسم صار له كليفج، فصار قطعتين، قطعه كبيره وقطعه صغيره. C2 القطعه الكبيره بتصير اسمها C2B، وC2 القطعه الصغيره بنسميها C2A. فدايما لما نحكي C2A معناها عم نرمز للC2 القطعه الصغيره، انه بعد ما صار اكتيفيشن لهذا C2 انقطع لقطعتين، القطعة الكبيرة سميناها C2B والقطعة الصغيرة سميناها C2A. تمام؟ فهي بيقول لك انه القطعة الصغيرة small letters بتاخد الـ small fragment تاخد الـ A والـ larger fragment تاخد الـ B. The larger fragment B يعني زي C2B C3B C4B وهكذا to the bind to the target near the site of activation and يعني بقول لك شو وظيفة الفراجمنت بي أو القطعة الكبيرة، بترتبط على التارجت near the active site. يعني هلا هاي البي فراجمنت للسي 2 بي مثلا ترتبط على البكتيريال سيرفيس مثلا، على الاكتيف سايت اوف بكتيريال سيرفيس. تمام؟ بينما السمولر وان شو بتعمل؟ ديفيوز تو بروديوس اذر فانكشن كان بيكم ان انفلاماتوري ميدييتورز. دائما القطعه الصغيره ما بترتبط على الممبرين، هلا حنحكي فيها لما نبلش في الباثويز. الكبيره بترتبط على الممبرين اوف فورين باثوجين او بكتيريا او اي شيء بيرتبط عليه، بينما C2A مثلا او اي اشي فيه A ما بيرتبط، لا بيضل بيسبح، بيعمل diffusion، بينتشر وبيروح بالبلازما مع blood circulation وبيكم بيعمل initiation للinflammatory response، فهو بنسميه inflammatory mediator. يعني هو له علاقة في الاستجابة الالتهابية للخلايا في الinfection sites او inflammatory sites. هلا في بقول لك examples إنه C3، هلا قلت لكم مثلا مثال when the products are split they become active، لما هذا C3 ينقسم بصير له split أو cleavage بصير active form، فبينتج منه شغلتين، قطعة كبيرة وقطعة صغيرة، الكبيرة اسمها C3B والصغيرة اسمها C3A. كلمة A فهي diffusion، يعني حرف الـ A بتفهم منه إنه هو inflammatory mediator وبيكون diffusion بينتشر مع البلازما، بينما C3B أو أي إشي فيه B هي القطعة الكبيرة، والقطعة الكبيرة B من binding بترتبط على الممبرين. ماشي؟ فكبيرة من B، حرف الـ B كبيرة B، والـ B من binding كمان إنها بترتبط على الممبرين. تمام؟ the function of complement، أول شيء هلأ بشكل عام وكل الباثوي شو الميجر فانكشن للكومبلمنت؟ اول شيء لايسيس اوف سيلز، بحلل الخلايا،
زي البكتيريا والفيروسز والخلايا المصابه. The major effectors of the humoral branches of the human immune system. فهو يعني هو من اهم واكثر المؤثرين في موضوع الهيمورال اميون سيستم، المواد الخلطيه اللي لها علاقه بالمناعه. الشيء الثاني اللي هو الاوبسونايزيشن. الاوبسونايزيشن هو انه هدول الكومبلمنت بس يشوفوا انتيجين او بكتيريا او اي جسم غريب على جسم الانسان بيحيطوا فيه، بيرتبطوا حواليه او بيلزقوا، بيصير على الممبرين تبعه، وبيكون في عندنا الماكروفاجز عندهم ريسبتورز متخصص انه يميز هدول الكومبلمنت. بس الريسبتورز يرتبطوا بالكومبلمنت على طول الفاجوسايتوسيس، او هاي الماكروفاجز بتعمل فاجوسايتوسيس وبتبتلع الانتيجين اللي هو بيكون بارتيكوليت انتيجين، يعني انتيجين كبير على العين او زي كانه صلب. Binding to specific complement receptor in cells of the immune system triggering specific cell in function. يعني حتى بيرتبط هدول الكومبلمنت على بعض انواع الخلايا receptors of immune cells وببلشوا يخلوا الخلايا تتنشط عشان تعمل inflammatory response زي انها تنتج ال cytokines. Immune clearance which removes immune complex from the circulation and disposes them to spleen and liver. الاميون كليرنس طبعا هدول حنرجع نحكيهم في اخر الشابتر، هو انه هدول الكومبلمنت يرتبطوا مع الفضلات اللي انتجتها الخلايا المناعيه بعد ما حطمت الانتيجين الضار. هلا هينتج زي كيف فضلات ديبريسس وفضلات مش لازمه، ممكن تعمل اذا يعني تراكمت ممكن تعمل امراض. فبتيجي هدول الكومبلمنت بيرتبطوا مع هاي الفضلات، وهاي الارتباط بين الفضلات والكومبلمنت بتخلي الماكروفاجز تجي وتبتلع هاي الفضلات وتاخدهم على الليفر والسبلين عشان تتخلص منهم. وكمان مثال عليها في حالة لما الإنسان يصير عنده blood transfusion incompatibility لل RH system. لما كنا نحكي إنه بال RH system الخلية بيصير عليها بيصير على طول بيصير لها زي coated بالإميونوغلوبولين صح، وبعدين تتاخد على السبلين والليفر. فالاميون سوري الكومبلمنت لهم علاقه بهاي الشغله انهم بيرتبطوا على الاريثروسايت وبيخلوا الماكروفاجز تبتلع الاريثروسايت وتاخدها على السبلين عشان تحطمها. فهاي كمان من الاميون كليرنس او الوظيفه تبعت الكومبلمنت. هون بفرجيك بالصور كيف انه اللايسس الكومبلمنت لما ترتبط على الخليه، وهاي طبعا هندرسها هلا، بتعمل بورز بتعمل ثقوب بالخليه وبتحطمها بتفجرها وبتقتلها. ممكن تعمل اوبسونايزيشن انها الخليه، شوفوا هاي الخليه البكتيريا لونها اخضر، اجوا الكومبلمنت لونهم احمر المثلثات هدول ارتبطوا عليها، ارتباطهم عليها رح يخلي الريسبتورز هذا اللون الزهري على الماكروفاجز تتعرف عليها فتعمل انجلفينج وفاجوسايتوسيس للبارتيكوليت انتيجين زي البكتيريا. وممكن كمان انها ترتبط هاي الكومبلمنت على نفس الخليه فالخليه تعمل اكسترافازيشن وتعمل بتوسع البيرميابيليتي تبعت الاندوثيليال سيلز عشان تفوت على الانفكشن سايت. ممكن تعمل دي جرانيوليشن، تروح هاي الكومبلمنت على خليه زي مثلا الايوزينوفيل او الماس سيلز زي الماس سيلز مثلا، وتخليها تطلع الجرانيولز وتطلع الهيستامين اللي جواها. الكليرنس انه الانتيجين انتيبادي كومبلكس هدول عبارة عن ديبريسس او فضلات، يجي هالكومبلمنت يرتبط مع الانتيبادي كومبلكس انتيجين انتيبادي كومبلكس وارتباطه بيخلي الماكروفاجز تتعرف عليه من هاي الجهة وترتبط معه وتعمل انجلفينج وفاجوسايتوسيس لهدول الكومبلكس وتاخدهم على السبلين او على الليفر. Complement activation pathway. هلأ بدنا نفوت في الكل pathway من أنواع من الباثويز تبعون الكومبلمنت. طبعا كل pathway لها علاقة في arm of immune system. يعني مثلا الكلاسيكال لها علاقة بال adaptive immune system. اللكتن لحال والalternative pathway لها علاقة بالinnate immune system. The activation of complement component takes place in cascading sequences. Each component activating its successor's protein in the cascade. يعني هلا كل component من الكومبلمنت بتنشط الكومبلمنت الكومبوننت اللي وراه زي هيك. يعني هو إذا تنشط بنشط اللي وراه واللي وراه بنشط اللي وراه وهكذا، وهي زي السلسلة. هلا هم 3 باثويز، الكلاسيكال واللكتن والالترناتيف.
The initiation of each pathway involves distinct recognition event and component. كل pathway إلها طريقة بالتنشيط، يعني الأول نقطة اللي هي التنشيط initiation pathway أو initiation phase. كل pathway إلها initiation phase بطريقة معينة، بس بالنهاية the later stages كل الثلاثة إلهم نفس الخط. يعني هي وين الفكرة أو وين الاختلاف؟ في البداية بالinitiation phase، بس بالنهاية بصبوا بنفس النتيجة اللي هي إنتاج complex بنسميه membrane attack complex عشان يحطم الخلية الضارة أو particulate antigen. فوين الاختلاف في initiation phase؟ The activation pathway may be divided into three phases. هلا ال activation pathway اللي هي أول نقطة أو أكتر نقطة بيكون في عنا اختلاف اللي هي ال initiation phase. عند ال initiation phase بتكون مختلفة between classical lectin والalternative. الamplification phase كمان بتصير فيها اختلاف بس فيها تشابه بسيط، لأنه C3 والC5 بتصير including ذا classical and alternative pathway. والmembrane attack phase بنسميها terminal phase، متشابهة تقريبا بكل الباثويز. complement activation pathway، أول شيء حنحكي عن الclassical pathway، يليها الalternative pathway واللكتين pathway. بس السؤال هون، هل ممكن الclassical pathway تشتغل without alternative pathway ولا معه؟ هون الفكرة إنه حسب نوع الأنتيجين اللي بفوت على الجسم، حسب نوع الأنتيجين بحدد هل هيشتغل أو يصير activation للclassical ولا الalternative ولا اللكتين. Classical pathway begins with the information with formation of antigen antibody complex. هون احنا عم نحكي antigen antibody، والantibody يعني adaptive immune system، فدايما الكلاسيكال له علاقة بالadaptive. الالترناتيف ما فيه antigen antibody، فهو antibody independent يعني without helping of antibody complex. Is initiated by cell surface constituents that are foreign to the host. يعني هو بيكون ارتباط الخلية مع الخلية الثانية هي اللي خلت يصير initiation alternative pathway، مش ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي. هاي cell surface constituent to the foreign، يعني خلية مع الفورين انتيجين. اللكتين pathway is activated by binding of mannose binding lectin، عبارة عن المانوز هو سكر واللكتين عبارة عن بروتين، فالبروتين بيرتبط بالسكر. To mannose residues on glycoprotein or carbohydrate on the surface of microorganism. المايكروorganism بيكون عنده مانوز مليان على السيل وول تبعه زي البكتيريا السيل، فهذا المانوز binding lectin هو بروتين بيرتبط مع السكر. المانوز يعني اللكتين موجود بجسمنا، بروتين موجود بجسمنا. المانوز أو المانوز هو عبارة عن سكر موجود بكثرة على السيل وول of bacterial cell، فبيرتبطوا مع بعض بيعمل initiation للكتين pathway complement system. فهو كمان antibody independent أو له علاقة بالinnate immune system مش بالadaptive immune system. هلا هاي الصورة هحكيها بالنهاية لأنها كتير حلوة وبتلخص كل اللي حنشرحه بباقي الشابتر. هلا بدي اياكم تركزوا معي. أول pathway حنشرحه هو الكلاسيكال باثواي، والكلاسيكال باثواي له علاقة بالانتيجين انتيبادي بايندينج، يعني بالادابتف اميون سيستم. أول شي بيحكي لنا إنه ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي أو البكتيريا مع الانتيبادي هو اللي بينشط الكلاسيكال باثواي. فشو سبب تنشيط الكلاسيكال باثواي؟ ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي أو ارتباط البكتيريا، وجود بكتيريا ارتبطت مع الانتيبادي. مين بينتج الانتيبادي؟ قلنا البلازما سيل. أول انزيم أو برو انزيم بنسميه بيدخل في موضوع الكلاسيكال باثواي هو C1. هلا هون رسمين لكم C1 ليش؟ لأنه كتير مهم بثلاث شغلات. هذا C1 موليكول هيك شكله زي تقريبا النخلة يعني. اللي بهمكم تعرفوا إنه في عنده ريجون اسمه C1R وريجون تاني C1S والريجون الثالث اسمه C1Q. هلأ C1Q بيكون globular، بيكون زي كروي يعني، هاي زي ما انتم شايفين من تحت هدول بيكون كروي الشكل. هلأ بدكم تعرفوا كل ريجون من هدول شو وظيفتهم في موضوع الانشيشن للكلاسيكال باثواي. فأول نقطة أو أول واحد بيشتغل في الكلاسيكال باثواي هو C1 موليكيول. هلأ C1 موليكيول conformational changes in the Fc portion of Ig.
فهلا بدي افهمكم شو يعني conformational changes عن طريق انه نحكي شو ال steps تبعت ال C1 molecule activation. اول شيء بصير عندنا expose a binding site on the constant اللي هي CH2 domain of Fc portion for the C1 component of the complement system. خلينا نشوف الصورة. هاي الصورة بتحكي لك انه عندك C1 هذا بيرتبط مع الـ Fc portion لمين؟ للأنتيبادي. طبعا مين الأنتيبادي اللي ممكن يرتبطوا مع الـ C1؟ يا الـ IgM يا الـ IgG1 يا IgG2 يا IgG3. فـ 1 و 2 و 3 من الـ Ig أو الـ IgM ممكن يرتبطوا مع مين؟ مع الـ C1 من ناحية الـ Q C1Q. وين بيرتبطوا الـ C1Q؟ بيرتبط على الـ Fc portion من الـ CH2 domain لمين؟ للإميون جلوبيولين هدول الـ IgM أو الـ IgG1-2-3. ومين بيعمل استيبلايز لهذا الحكي؟ الكالسيوم. وجود الكالسيوم هو اللي بيعمل استيبلايزيشن لموضوع ارتباط الـ C1Q من الـ C1 portion مع الـ Fc portion من الأنتيبادي الـ IgM أو الـ IgG1 أو 2 أو 3 من الهيومن. تمام؟ هاي بفرجيكي إياها كيف بتصير. هون C1Q هي اللي ارتبطت مع الاميونوجلوبيولين. هاي الـ IgG antibody. هذا الـ Fc portion اللي هو اللي قلنا الـ H region أو الـ CH1 region ارتبط مع الـ Q الـ C1Q. خلينا نحكيها واحدة واحدة. The globular head region of C1Q point to the Fc region of immunoglobulin. يعني أول نقطة إنه C1Q اللي هو هذا الجزء ارتبط مع الـ Fc region هذا الجزء من الاميونوجلوبيولا سواء الـ IgG أو الـ IgM. بيحكي لنا it requires one IgM molecule bound to antigen. إذا كان الـ IgM هو اللي هيرتبط مع C1Q بيحتاج one IgM molecule ليرتبط to antigen or two closely spaced antigen bound IgG. بس الـ IgG بيحتاج two antigen. الـ IgM بيحتاج one antigen. الـ IgG بيحتاج 2 antigen عشان يقدر يرتبط مع C1QR2S2 to able and allow C1 activation. هلأ بدنا نحكي أول شيء النقطة الـ C1QR2S2 ونرجع لهاي النقطة. هاي النقطة حنرجع لها بعد ما نشرح هذا الكومبلكس اللي هون. بس بيقولنا إنه الـ IgG4 والـ IgA والـ E والـ D ما بيدخلوا بارتباطهم مع الـ C1. لأنه شوفوا أنتوا كيف، مين اللي ارتبط مع الـ C1 من جهة الـ C1Q؟ هم الـ IgM و G1 و 2 و 3 4 و D و E و A ما ارتبطوا، ما لهم علاقة. هحكي لكم كيف الطريقة وبعدين نرجع لهاي النقطة، يعني ما حننسى هاي النقطة. Classical pathway كيف بتبدأ؟ بداية قلنا انه C1 هو اللي له علاقة، و C1 الجزء اللي بنسميه C1Q هو اللي بيرتبط مع الانتيبادي اللي اوريدي مرتبط مع الانتيجن. فأول شيء بدي اياكم تتخيلوا انه في انتيجن ارتبط مع الانتيبادي زي انتيجن نوع معين او فورين انتيجن ارتبط مع الـ IgM انتيبادي. هلا هدول صار اسمهم انتيجن انتي بودي كومبلكس. بيجي C1Q او شو بيجي C1 من ناحيه الكيو وبيرتبط مع هذا الكومبلكس. تمام؟ فبصير عندنا C1Q مرتبط مع الانتيجن انتي بودي كومبلكس. هلا هاد ال C1Q من اي ناحيه بيرتبط بالانتي بودي؟ من ال Fc region. induce a conformational change in C1R. يعني هاي ال C1Q بس ارتبط بالانتيبادي من ناحية الأفسي الـ S1R بتغير شكله وبتنشط. فشو بصير؟ C1R convert to an active serine protease enzyme. بطل اسمه C1R inactive صار active، فصار اسمه C1R serine protease enzyme. شو بيعمل الـ C1R؟ بيحطم أو بيعمل اسم للـ C1S عشان يصير active form. فC1S بتنشط، فالكومبلكس بصير اسمه C1QR2S2. نعيد من أول. أول شيء C1Q اللي هو من C1 بيرتبط مع الأنتيجن أنتيبادي من جهة الـ Fc receptors أو Fc portion. ارتباطه بيخلي الـ1Q هذا مع الـ Fc بيخلي الـ C1R يتغير، يصير له conformational change فبيتنشط. بس يتنشط الـ 1R بنشط الـ 1S
بس يتنشط ال 1 اس بصير اسمه الكومبلكس C1QR2S2. هلا هذا الكومبلكس اللي هو C1QR2S2 شو بيعمل؟ C1S اللي هو اخر واحد بلشنا انتهينا فيه اللي هو هيه لما صار اكتف لاخر واحد C1S له 2 سبستريت C4 وC2. شو يعني 2 سبستريت؟ يعني هو هذا C1S انزيم بيقدر يقسم C4 وبيقدر يقسم C2. فشو بيروح بيعمل؟ بيجيب C4 وبيقسمها ل C4A وC4B. شو يعني 4A وشو يعني 4B؟ قلنا ال 4A القطعة الصغيرة اللي بتروح diffusion، وال 4B اللي هو القطعة الكبيرة اللي بتصير لها binding، صح؟ مين اللي عمل كليفج لل C4؟ هو C1S. طب مين نشط ال C1S؟ C1R. مين نشط ال C1R؟ C1Q. فهيك الفكرة، الكيو نشط الار والار نشط الاس. لما تنشط الاس، ال1S هو عبارة عن انزيم بيقدر يعمل تحطيم لتو سبستريت C4 وC2. C4 صارت C4A وC4B، وC2 صارت C2A وC2B. تمام؟ وصلنا عند هاي النقطة. هلا شو حيصير بعدين؟ C4B بيرتبط مع C2A فبيصير كومبلكس اسمه C4B2A. بيرتبط C4B مع C2A لكومبلكس اسمه C4B2A. هذا اسمه C3 convertase. هاي شو يعني؟ يعني هذا الكومبلكس اللي هو اسمه C3 convertase أو C4B2A بيحول C3 inactive لC3 active. طيب لما يعمل هذا الحكي شو بيصير عنا؟ أول شي بقول لك قبل ما ننسى، في عندك C4A. هاي C4A هل منكبها؟ لا، هاي C4A بيصير لها diffusion تعمل inflammatory mediator، خليها على جنب هنحكيها في النهاية. نكمل على C3. C4B2A اسمه C3 convertase، حول C3 من inactive form لactive form. تمام؟ هاي بالنهاية صار عندنا اشي اسمه C4B2A اللي هو اسمه C3 convertase. طيب شو سوا؟ هذا C3 convertase بيعمل hydrolysis لل C3 لقطعتين C3B و C3A، القطعة الكبيرة B والصغيرة A. ال B C3B بترتبط مع الكومبلكس اللي حولها اللي هو C4B2A، فبصير اسمها C4B2A C3B. عشان ما يضلهم يحكوا C اختصروها بأول C4B2A3B. هلأ هذا الكومبلكس اسمه C5 convertase. يعني C5 convertase يعني حول الـ inactive form of C5 لـ active form. الـ active form إنه ينقسم لشغلتين C5A و C5B. الـ B هاي C5B، بعدين هنشوفوا كيف صار عندنا optionization وأبصر شو C3A C3B مع C3A، صار عندنا C4B2A C3B. هذا اسمه C5 convertase. هذا بيحول ال C5 inactive form لactive form، فبيطلع عندنا C5B. عند C5B بيبدأ الشغل الصح اللي هو بنسميه الاتاك. شو بصير عندنا؟ مش احنا ارتبط C4B مع 2A مع 3B وصار اسمه C4B C2A C3B. هذا اسمه C5 convertase، حول C5 ل C5 active form. C5B بيرتبط مع C6 و7 و8 و9 فبيكون مادة أو كومبلكس اسمه membrane attack complex. شو بيعمل؟ بيعمل holes جوا cell wall للماكروفيجز للمايكرو أورجانيزم، وبيدمر الخلية يعني الضارة أو الغريبة. فحنحكي الموضوع من أوله لآخره، بس حنكمل أول شيء هنحكي عن C5 شو بيعمل، ونرجع نحكي الموضوع للكلاسيكال باثوي من أوله لآخره. C5 اتنشط صار C5A وC5B. جبنا C5B بيرتبط على السيرفس أوف بكتيريا وبيرتبط مع C6. C6 والC5B ارتباطهم بيخلي C7 يرتبط معهم، فبصير اسمه C5B C6 C7. والC7 بيرتبط مع C8 فبصير عندنا C5B C6 C7 C8، اللي بيخلي الـ 9 ترتبط معهم، وبصير عندنا بالنهاية C5B
6 7 8 9 اللي بنسميه membrane attack complex. وهذا الممبرين اتاك كومبلكس هو اللي بيعمل بورز او بيعمل ثقوب في الممبرين اوف مايكرو اورجانيزم وبيدمر الخليه. هاي الممبرين اتاك فورم طلع شو بيسوي، بيعمل زي بورز. The circular membrane attack complex act as a channel in the which cytoplasm can rush out of and water rush in. يعني لما يعمل زي خزق أو ثقوب بتصير المي تفوت لجوا والسيتوبلازم تبع الخلية نفسها بيطلع لبرا، فالخلية بتتدمر يعني الانتجريتي تبعتها بتتحطم وبتموت. هاي الكلاسيكال باسوي. هلأ بحكي لنا، مش إحنا قلنا إنه C3B بيرتبط مع C4B2A. هلأ C3B له كمان وظيفة غير إنه يرتبط مع C4AB C2A، بيصير هو as an opsonin. Many C3B molecules are produced by C3 activation complex. C3B bind to coat the surface of bacteria. هاي حكيناها بالشابتر الماضي إنه C3B بيرتبط على البكتيريا، بيلزق مع surface of bacteria. وبيكون عنده جزء، مين بيتعرف على هذا الجزء؟ الماكروفاجز. الماكروفاجز بس تتعرف على هذا الجزء تعمل على طول فاجوسايتوسيس للبكتيريا وبتبتلعها. فهاي عملية الأوبسونين. أوبسونين are molecules that bind both to bacteria and phagocytes. يعني هذه الأوبسونين هي المادة الحمراء C3B بيرتبط على الممبرين of bacteria وله جزء، مين بيتعرف عليه؟ الماكروفاجز، عشان تبتلع كل الكمية هاي أو كل البارتيكوليت أنتيجين. Opsonization increases phagocytosis by 1000-fold، يعني بتضاعف المجهود أو الشغل تبع الفاجوسايتوسيس لألف ضعف. الأكتيفيشن كمان شغلة اللي هي قبل ما نحكي عن الأكتيفيشن بدي أعيد لكم الكلاسيكال باثوي كاملة، نرجع رجوع عشان ما تنسوها بعدين نكمل على الأكتيفيشن. وين راحت الصورة؟ أوكي، هاي الكلاسيكال باثوي. أول شيء قلنا أهم شغلة اللي هي أنتيجين أنتيبادي كومبلكس، بعدين الـ C1Q بيرتبط على الـ FC portion of antibody، صح؟ وقلنا مين الأنتيبادي اللي بيفوتوا؟ الـ IgG1, 2, 3 والـ IgM، صح؟ قلنا الـ IgD و E و A والـ IgG type 4 ما بيرتبطوا. هلأ الـ C1Q لما يرتبط بنشط الـ C1R، بيصير له conformational، صح؟ بتغير شكله. والـ C1R بس يتغير شكله بنشط الـ C1S. الـ C1S قلنا عنده 2 substrate، الـ C4 والـ C2. بيحطم الـ C4 أو بيعمل split إلها لـ C4A و C4B. والـ C2 بصير C2A و C2B. مين بيرتبطوا سوا؟ الـ C4B مع الـ C2A. فبيكونوا complex اسمه C3 convertase، اللي هو عبارة عن C4B C2A، تمام؟ هذا الـ C3 convertase بفك أو بيعمل splitting لـ C3 لـ C3A و C3B. الـ C3B بيرتبط مع الـ complex اللي قبل شوي حكينا اللي هو C4B C2A، فبصير عندنا إشي اسمه C5 convertase. الـ C5 convertase اللي هو هون عشان ما تنسوا، الـ C5 convertase هو عبارة عن الـ C4B 2A C3B، صح؟ بصير C5 convertase. C5 convertase بيرتبط بفك C5 لـ C5A و C5B. C5B بيرتبط مع C6789 ليعملوا إشي اسمه membrane attack complex، اللي هم بيلزقوا على membrane of microorganism وبيعملوا ثقوب بالخلية هاي وبيحطموها. هاي فكرة مين؟ الـ classical pathway. بس احنا ما بننسى انه لما انتجنا C5 انتجنا C5A و B و C3A و B وكلهم فيهم A، فهدول الـ A كلهم بيروحوا على الـ inflammatory response. فبيقول لك C3 bind to receptors on basophils and mast cells، خلايا جواها granules، وهي الجرانيولز بس الـ C3A تنطبط على receptors of basophils او mast cells، الجرانيولز بتطلع وبتطلع معها موادها. المواد تبعتها هي عبارة عن vasodilation compound و vasopermeability، يعني زي مثلا الهستامين بزيد من التوسع تبع الفيزلز. C3A is called anaphylactoxin، هيك اسمه. C3B بيكون as opsonin وقبل شوي شرحناها.
هلا C3A و C5A قلنا بصلهم diffusion وبروحوا على البيزوفيلز، بيرتبطوا على receptors of basophils or mast cells عشان يطلعوا الجرانيولز منها، ويكون جوا الجرانيولز histamines. C3A increases the inflammatory response by binding to mast cells and causing them to release histamine، بتطلع الهستامين. C5A disperses away from bacteria. C5A ما بترتبط على البكتيريا، لا بتروح وبترتبط على mast cells عشان تزيد من الانفلاميشن ريسبونس. Most powerful chemotactic factors known for leukocyte، أكثر نوع معروف إنه يجيب خلايا يعني leukocyte خلايا بيضاء هو C5A. هلا شو اللي بيعمل amplification؟ يعني إنه هاي السيجنالز ما تكون بس إنه one molecule بيعمل one step، لا ال one molecule ممكن يعمل more than one step. هي الامبليفيكيشن effect إنه C1S مثلا بيعمل كتير من C4B والC2A C2B، يعني بقول لك one molecule of C1S بيعمل كتير molecules of أو fragment of C4B وC2B. Each C4B C2A creates many C3B activated C3. Each C3 كمان بيقدر يعمل كتير من C5B والC5B بيعمل membrane attack complex. فهو one molecules can make more than one molecule from the other types of C4B or C2B. هلأ خلصنا هيك الكلاسيكال باثوي، في أي مشكلة عليها؟ أهم شيء تعرفوا إنه الانشيشن فيز إنها تكون أنتيجين أنتيبادي كومبلكس. نيجي للألترناتيف باثوي. الألترناتيف باثوي ما بتحتاج أنتيبادي، doesn't need antibody، بس it is a component of the innate immune system، هي أصلاً إلها علاقة في الإنات immune system. It is initiated by cell surface constituent that are foreign to the host، يعني دخول خلايا أو مواد السيرفيس تبعها بيكون فورن لخلايانا أو لجسمنا، هو اللي بيحفز الإميون ريسبونس وبيحفز الكومبليمنت أكتيفيشن. من ناحية مين؟ من ناحية الالترناتيف باثوي. زي مثلا إنه بكتيريا سلول، يكون في عندك بكتيريا والبكتيريا هي عليها سلول، سلول هذا عبارة عن مادة بتكون بتعمل activation للalternative pathway of complement. زي lipopolysaccharide from the gram negative bacteria, ethicoic acid from the gram positive bacteria, fungal and yeast cell wall والcobra venom factor، سم أفعية الكوبرا. بيقول لك ال C14 and C2 ما إلهم علاقة بالالترناتيف باثوي. فور سيرم بروتينز زي C3 والفاكتور B والفاكتور D، وكمان في عنا إشي فاكتور اسمه P أو بروبيريدين، هدول إلهم علاقة بالالترناتيف باثوي. وهلأ هنشرح كيف بتصير الالترناتيف باثوي، ركزوا معي. أول شي بالالترناتيف باثوي اللي بيصير إنه بتدخل مادة طبعا مايكرو أورجانيزم على الجسم، هذا المايكرو أورجانيزم يا السيل وول تبعه هو اللي بيحفز، يا قلنا تيكويك أسيد، يا لايبوبوليساكرايد، يا التوكسينز أوف كوبرا يعني أفعى الكوبرا. فإيش الإشي اللي بينشط الألترناتيف باثوي؟ مش الأنتيجين أنتيبادي كومبلكس، إل وجود المايكرو أورجانيزم أو المادة اللي هي إلها علاقة بتحفيز الكومبليمنت طبعا من ناحية الألترناتيف. أول شيء نبدأ فيه بالالترناتيف باثوي هو C3. C3 بيكون مش نشط، inactive. هلأ بيصير عنا هو طبعاً عنده unstable زيو إستر بوند. هذا ال unstable زيو إستر بوند بتعمل hydrolysis إلها وجود الميكروأورجانيزم. فبتصير C3 هذا اللي كان كامل C3B قطعة كبيرة زي ما تشايفين، و C3A قطعة صغيرة. القطعة الصغيرة بتروح بتصير ديفيوجن، والكبيرة بترتبط على البكتيريا، هدول يا البكتيريا يا الجرام نيجاتيف بكتيريا أو البوزيتيف أو الفنجل أو اليست، يعني على الممبرين، فبصير لها بايندينج C3B بايندينج. بيجي الفاكتور B بيرتبط معه، فبيقولنا the C3B is able to bind to foreign surface antigen. بعدين mammalian cells contain sialic acid which activate C3B. هلأ mammalian cell إذا ارتبط C3B عليها سيلك أسد فبتمنع الأكتيفيشن لC3B. لهيك مين اللي له علاقة بالC3B أكتيفيشن؟ خلايا البكتيريا اللي فيها سيل وول أو الفنجل.
C3P on the surface of the foreign cells bind with another plasma protein اسمه B factor. صحيح. Factor B. نكمل. بعدين spontaneous conversions from C3B3 to C3P occurs in body. هذا الحكي حكيناه هلا. حنكمل. Factor B هي عنا bind to C3B. Factor B is then cleaved by factor D. يعني الفاكتور B برتبط مع C3B. فبصير اسمه C3B B capital. بعدين الفاكتور D بيحطم الفاكتور B لفاكتور B A وB B. قطعتين. قطعة كبيرة وقطعة صغيرة. مين القطعة بترتبط الكبيرة؟ فبصير الكومبلكس عنا C3B B capital B small. هيها. C3B B capital B small. هاد اسمه C3 convertase. تتذكروا بالكلاسيكال باثوي مين كان C3 convertase؟ كان اسمه C4B2A صح؟ هذا C3 convertase اسمه C3B B capital B small. C3B convertase بيحول C3 ل C3B B وA. الA بتروح diffusion والB بصير له شغلتين. يا بصير as opsonin شرحناها الاوبسونين كيف انه الماكروفاجز بتاخده او بيرتبط معاهم فبصير بالكومبلكس هذا فبصير اسمها C3B B capital B small C3B هيك اسمه فهذا اسمه C5 convertase هاد C5 convertase هناك بالكلاسيك الكلاسيكال C5 convertase كانت مادته بتختلف كانت شو مادته كانت C4B 2A C3B هون C5 convertase عبارة عن C3B B capital B small C3B بس C5 convertase حول C5 ل C5B و C5A C5B بروح لشغل الممبرين attack complex نفس الفكرة تبعت مين؟ تبعت الكلاسيكال اللي هو C5B بيرتبط مع 6789 بيعملوا اشي اسمه membrane attack complex وبحطموا الخلية C5A بيروح مع الانفلاماتوري ريسبونس وبتجيب خلايا مناعيه واضح هاي الالتيرناتيف باثوي هون C3B B capital B small remains which act as a C3 convertase فC3 convertase في هاي الحاله مين C3B B capital B small بيقطع C3 ل C3A و C3B C3A بيروح diffusion على ال الانفلاماتوري ريسبونس وC3B يا بتصير اوبسونين يا بتضلها معاهم فبتصير اسمها C3B B capital B small C3B اللي بنسميه C5 convertase وبيحول ال C5 ل C5A و C5B ال C5B بيرتبط مع C6789 وبصير اسمه membrane attack complex بقول لك هون الفاكتور دي شو مهميته انه بيعمل تحطيم للفاكتور بي فبلا فاكتور بي اي وبي بي والبي بي بيرتبط مع C3B فبصير اسمه C3B B capital B small اللي بنسميه C3 convertase هلا في عندنا فاكتور تاني بيرتبط اسمه بروبيريدين او كمان بنسميه فاكتور بي فاكتور بي بيرتبط to the C3P B capital هو C3 convertase عشان يثبته او يعمل more stabilize يخليه مستقر اكثر ما يتفكك لانه هن مرتبطين مع بعض فعشان ما يتفككوا البروبيريدين بيرتبط معاهم فعشان هيك بيصير مور ستابلايز فسي 3 كونفرتيز بحول السي 3 لسي 3 بي وسي 3 اي وهكذا وبعدين بتصير C5A وC5B والC5B بيرتبط مع C6789 وبصير ممبرين اتاك كومبلكس واضح هاي فكره الالتيرناتيف C5 attached to the C6, then C7, and the C5B 6-7 بيصير جوا بيدخل insert to the cell membrane. بعدين بيرتبط معاهم ال8. ال8 بيرتبط كمان مع ال8 لما يرتبط بيعمل pores أو خزقة قد ايه القطر تبعها 10 انجستروم. انجستروم يعني 10 قوة سالب 10. بس يعمل الثقب هذا بيرجع بيرتبط معاهم C9. فC9 بيصير اسمه C5. B 6789 وبيعمل البورز هلا تقريبا حجمه من 70 ل 100 انجستروم فبكون الثقب كبير ببلش يدخل عليه السائل ويطلع السيتوبلازم من الخليه وتتحطم الخليه شوفوا كيف لما صوروها تحت الميكروسكوب كيف الثقوب بتصير بسبب الميمبرين اتاك كومبلكس هاي كيف اللايسس اوف بكتيريا هاي هون عايشه بس صار لها اللايسس صارت تطلع منها السوائل ويفوت عليها ووتر فماتت الخلية شوف كيف صارت
زي كأنه صار فيها جروف. فسبحان الله يعني قدرة عجيبة كتير في هاي المواد اللي هم عبارة عن complement. اللكتين باثواي أكتر بساطة وبيكون له علاقة بالإنيت إميون سيستم. اللكتين لحاله هو بروتين، هذا البروتين بيرتبط مع كربوهيدرات اسمه مانوز، فبصير اسمه مانوز بايندينج لكتين. بايند تو مانوز من البكتيريا سيل، بكتيريا سيل عليها مانوز واحنا معنا لكتين، فاللكتين بيرتبط مع المانوز فبصير اسمه مانوز بايندينج لكتين. هذا شو بيعمل؟ طبعا المانوز بايندينج لكتين بيقدر يعني بينتجه الليفر في حاله الاكيوت فيز انفلاماتوري، لما البكتيريا تفوت على الجسم ويصير عندنا انفلاماتوري ريسبونس فالليفر بينتج هذا المانوز بايندينج لكتين. هذا المانوز لا بايندينج لكتين وان بايند وانس بايند تو ذا تارجت سيل بصير عندنا تو مانوز بايندينج لكتين سيرين بروتيزز ماس 1 وماس 2. هم المانوز بايندينج لكتين سيرين بروتيزز اسمهم ماس 1 وماس 2 بيشتغلوا as سي 1. وين رجعنا بالسي 1؟ على الكلاسيكال باث واي اللي هو بداية بالسي 1. فارتباط المانوز بايندينج لكتين تايب 1 وتايب 2 اللي هو ماس 1 وماس 2 مع بعضهم بيشتغلوا as سي 1، وبس يشتغلوا as سي 1 فهم اشتغلوا على الكلاسيكال باث واي، وجر كل الكلاسيكال باث واي اللي درسناه وشرحناه نفس الشغل في اللكتين باث واي. تمام؟ هون عندك زي مقارنة انه الكلاسيكال باث واي بيكون specific acquired immunity، بينما هون innate acquired innate sorry immunity هون initiated by antibody، بينما هون البكتيريال اندوتوكسين او الكبسول الليبوبوليساكرايد وهيك. الانتراكشن بتكون of all components، بينما هون C3 C1 4 2 are bypassed يعني ما عم نشتغل عليهم. C4B هاي كثير مهمة، C2A C3B هم ال C5 convertase، بينما هون C3B B capital B small C3B هم C5 convertase. البروبيريدين ما له دخل، بينما هون البروبيريدين له علاقة. بالكلاسيكال C4B2A هو اللي اسمه C3 convertase، بينما بالالترناتيف بتكون C3B B capital B small هو C3 convertase. الفاكتور B والD ما لهم علاقة، بينما هون الالترناتيف لهم علاقة B والD. هلا الكلاسيكال باث واي شو اللي بيدخل فيهم؟ C1 QRS C4 C2 C3 5 6 7 8 9، بينما هون C3 بفوت بالموضوع بعدين 5 6 7 8 9. وهون الطريقة هاي نفسها اللي بتحكي. هلا البيولوجيكال افكت ميديتد باي كومبلمنت، هذا شرحناه فهنحكي بسرعة. اول شيء انه الكومبلمنت بيعمل سيل لايسيس. كيف بيعمل سيل لايسيس؟ عن طريق انتاج الممبرين اتاك كومبلكس اللي بيعمل شو بورز للممبرين وبيدخل السوائل. سبيكترم اوف سيلز زي الجرام نيجاتيف بكتيريا الباراسايت الفيروسز الاريثروسايت النيوكليتد تيومور سيلز. Because the activation of alternative and lectin pathways is antibody independent. هلا اللكتين باثواي والالترناتيف ما لهم علاقة بالانتيبادي. These pathways serve as important innate immune defenses against infectious microorganisms. يعني الالترناتيف واللكتين باثواي ما لهم علاقة بالانتيبادي. لهيك حتى لو ما كان عندنا انتيبادي انتاج الانتيبادي ودخل مايكروأورجانيزم خطير على الجسم بيقدر الجسم يتخلص منه من خلال الكومبليمنت في حالة مين أو الباثوي تبع اللكتين والالترناتيف. الانفلاماتوري ريسبونس قلنا عنهم اللي هم كل الايات هدول C3A C4A C5A سميناهم انافيلاكتوكسين. Various peptides generated during activation of complement. إحنا بننتج بالcomplement لما نعمل له activation C3A و C3B C4A C4B صح؟ فكل الAs هدول بيصيروا مع بعض as inflammatory mediators. فهم bind to the complement receptors on the mast cells والbasophils. هم بيرتبطوا على mast cells والbasophils وبيعملوا لهم induce يعني بيحفزوا degranulation لهم، يطلعوا الgranules اللي جواهم. وجوه الجرانيولز فيه هيستامين واذر ميدياترز، وهدول الهيستامينز واذر ميدياترز بيعملوا لنا الاشي بنسميه الانافايلاكتيك ريسبونس اللي هو بيعمل زي كيف بيزيد من الكونتراكشن اوف سموث مازل وبيزيد الفاسكولار بيرميابيليتي والاكسترافيزيشن. الاكسترافيزيشن هو دخول الخلايا المناعيه
من خلال الاندوثيليال سيلز، الفراغات بين الاندوثيليال سيلز عشان يفوت على السايت اوف انفكشن. فهي الاشياء مين اللي بيساعد فيها، او الانفلاماتوري ريسبونس هاي مين اللي بيساعد انها تبين بكميه كبيره وتظهر؟ ال تي 3 اي و سي 4 اي و سي 5 اي اللي بيرتبطوا على الماس سيلز والبيزوفيلز. فهدول الماس سيلز والبيزوفيلز بيطلع منهم الجرانيولز، فبيصير عمليه الدي جرانيوليشن. الجرانيولز جواها هيستامين، والهيستامين بيعمل induce the smooth muscle contraction, increase vascular permeability والاكسترافازيشن. والكيمو اتراكشن مثل طبعا من خلال C5A و C3A that activate and attract the macrophages and neutrophils. C5A و C3A زي بتعمل عوامل جذب للماكروفاجز والنيوتروفيلز to the site of infection. وهي بفرجيك كيف الطريقة. الاكستروفيزيشن قلت لكم انها بتفوت من خلال spaces between the endothelial cells عشان تفوت على الانفكتد تيشو، بينما الدي جرانيوليشن هو انه خلية الماسلز او البيزوفيلز تطلع محتوياتها من الجرانيولز لخارج الجسم، لخارج الخلية. الاوبسونيزيشن شرحناها، هو انه C3B يرتبط يلزق على البكتيريا عند على الوول اوف بكتيريا، وبعدين في عندنا ماكروفاجز عليها ريسبتورز، على طول هذا الريسبتورز بيميز هذا C3B، فبالتالي بصير عندنا الفاجوسايتوسس، وبتزيد من قوه الفاجوسايتوسس او الماكروفاجز لألف مره. اوكي، وهي زي ما انتم شايفين البكتيريا بيجي الاي جي جي بيرتبط معها، بعدين بيجي الكومبلمنت C3B بيرتبط على البكتيريال سيرفس، فالاف سي ريسبتورز بيرتبط مع الاي جي جي، والريسبتورز للسي 3 بي من الفاجوسايتوسيس بيرتبط الفاجوسايتس بيرتبط معها، بعدين الخليه بتعمل انجلفينج لهاي البكتيريا. هنشوف كيف هذا الريسبتورز له علاقه بالسي 3 بي، وهذا الريسبتورز اسمه اف سي ريسبتورز له علاقه بالاي جي جي، بس يرتبطوا مع بعض. بتبلش خليه الفاجوسايت تفهم انه انا لازم اعمل انجلفينج، وبتبتلع هاد المايكرو اورجانيزم او هاي البارتيكوليت انتيجين. الفيرال نيوتراليزيشن هو انه لما يفوت عندنا فيروس ممكن نعمل معادله للاكتيف للاكشن تبعه عشان ما نخليه ينتشر. The deposits of antibody and complement on viral particle neutralize viral inactivity by blocking attachment to the susceptible host cells and inhibit its entrance into the cells. بحكي لك هون انه ارتباط، او خلينا نحكي شغل التعاون بين الانتيبادي والكومبلمنت، انه يرتبط مع الفيرال بارتيكل، فبيمنع من انه يفوت يعمل بلوكينج على موضوع انه يفوت على خلايا ويعملها انفكتد، تصير انفكتد سيل. كمان binding of complement protein leading to opsonization of the virus and lysis of the variants. ارتباط، هلا هو الفيروس في جزء منه بروتين، فالكمبلمنت بيرتبط مع هذا الجزء البروتيني من الفيروس وبيعمل اوبسوننس، فبيجي الماكروفاجز وبتبتلعه. الكليرنس حكينا عنها، انه بيكون في عندنا ديبريسس او فضلات بتكون بسبب الكومبلكس اللي صار بعد ما صارت المعركه بين الانتيجين والانتيبادي او الانتيجين والخليه. فالكمبلمنت بيرتبط مع هدول التبريسز او هدول الفضلات، وبتخلي بتعمل تريجرينج للماكروفاجز انه تعالي ابتلعي هاي الاشياء لانه هاي الاشياء ضاره، وخطيها على السبلين او على الليفر. زي مثلا لما يكون في عندك الاريثروسايت، مش قلنا بصير عندنا كوتيد للاريثروسايت مع الاي جي جي، فالاي جي جي اوبسونين بيجي الماكروفاجز بتبتلع هالاريثروسايت وبتاخدها على الليفر او على السبلين وبتحطمها. هاي في حالة مثلا مين السنسيتايز باي اي جي جي، في حالة الار اتش انكمباتيبلتي الترانزيوشن اوف بلاد. وهي بتفرجيك نفس الطريقة، انه في انتيجن انتي بادي كومبلكس بيجي هالكومبلمنت اللي هو لو مثلث بيرتبط مع الاف سي بورشن اوف اي جي جي، بعدين الكومبلمنت بيكون له ريسبتورز على الماكروفاجز وبيرتبط وبتبتلعها. كمان الكومبلمنت بتعمل انهانسمنت تحفيز على انتاج الانتيبادي، بايندينج اوف سي 3 بي تو اتس ريسبتورز على الاكتيفيتد بي سيلز، يعني في عندك ريسبتورز للبي سيلز مع سي 3 بي، فبتعمل انهانسمنت للانتيبادي برودكشن. بيشنت هو ار ديفيشنت اوف سي 3 بي
much less antibody than normal individual and more susceptible to biogenic infection. يعني بقول لك اللي عندهم نقص في حلق في مادة أو في إنتاج السي 3 بي فحيصير عندك نقص في إنتاج الأنتيبادي وبصيروا كتير حساسين لأي نوع من أنواع الإنفكشن. هيك بنكون خلصنا الشابتر الكمبلمنت، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. يا ريت إذا بتقدروا إنكم ترسموا الأشياء اللي أنا عم بشرحها إنتوا بخط إيدكم، ممكن تلاقوا الموضوع أسهل بالنسبة إلكم من إنكم تضلوا بس تسمعوا سمع. وإنتوا عم تسمعوني يا ريت تكتبوا أنا شو بحكي. ويعطيكم ألف عافية.